شوفوا لي البنات القوام كي داير، داك الكيك كيجي اسفنجي مع ديك الكريمه وداك الكريم كراميل. كما قلت لكم هذا الكيك ادمان، شوفوا لي البنات رائعه غزاله. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وصحه جيده ان شاء الله. راكم معايا في قناه طبخ سميره. اليوم البنات جبت لكم وصفه ديال الكيك التركي الشهير اللي عمل ضجه في المواقع الاجتماعيه. كيجي اكثر من رائع البنات، كيجي معلك وكيجي مشرب غزال البنات. شحال ما بقى عندكم في الثلاجه كيكون ألد وألد، وانا متاكده اللي جربته غترجع تعاود ليه، لان راه كيجي زوين بزاف خاصه في الصيف. ليكلا يعني قطعه واحده غادي يزيد وحده من وحده حتى ياكل نصف ديالو، كيجي لذيذ لذيذ بزاف. بقوا معايا شوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير اللي سهله جدا. ما تبخلوش عليا باللايك وتبارطاجيو مع الاصدقاء والحبايب باش تعرفوا الفائده، واللي معايا يجي ما تنساش في القناه باش يوصلك الجديد. خليكم مع الفيديو وفرجوا ممتعه وجزاكم الله على كل خير. بسم الله غادي نبدا على بركه الله. بالنسبه للمقادير ديال هذا الكيك، عندي خمسة البيضات بحراره المطبخ، كاس ديال السكر ما يعادل 160 غرام، عندي ساشي ديال الفاني، قبصه ديال الملح، وعندي هنايا 10 غرام ديال الخميره ديال الحلوى او بينكن باودر، والدقيق او الفرينه اللي منخول على حسب الخريطه الاخيره نقول لكم شحال. غنمشيو للطريقه اللي سهله جدا. كنجيب واحد الاناء كندير فيه السكر، البيض، ونضيف هذه القبصه ديال الملح والساشي ديال الفاني. غادي نخلط بالخلاط الكهربائي مزيان حتى كيطلع معايا الخليط. ملي خلطت الخليط رجع هكذا ابيض القوام ديالو صافي. دابا غادي نحيد هذا الخلاط الكهربائي. دابا غنبقى نضيف الدقيق شويه بشويه، غنضيف هاد الخميره ديال الحلوى او بينكن باودر حتى 9 غرام حتى 10 غرام، وغادي نخلطها كغير بالخلاط الكهربائي. هكذا حتى كينسجم ليا داك الدقيق مع هاد البيض والسكر. كندير الدقيق وكنخلط حتى كنتحصل على هذا القوام. انا خذت لي كاس ونصف ديال الدقيق ما يعادل 150 غرام ديال الدقيق. القوام ديالها يكون هكذا، كتخلطوا مزيان حتى كتاكدوا ما بقاش داك الحبوب ديال الدقيق. صافي دابا كنجيب الليمون، الليمون اللي دهنتو بالزبده، غادي نخوي فيه الخليط. صافي ملي كنخوي هكا الخليط كنوزعو هكا في الليمون. الفران سخن درتو يسخن على 180 درجة و 170، وغادي نتخن الكيك حتى غادي يطيب. ها هي الكيكة ملي طابت كتجي هكا رائعة، كتدخلوها شي عود كتلقاها كنشا صافي كتعرفو بلي راه طابت. صافي غادي نخليها على جنب حتى كتبرد تماما معايا، وانا غادي نمشي نوجد هداك صوص باش غادي نسقيها، وهاديك الكراميل والكريمه كنوجد كلشي مع حتى نجي نكمل نلقاها الكيك نلقاها بارده. بالنسبه باش غادي نسقيو الكيك، عندي هنا جوج كيسان ديال الحليب يعادل 400 مليليتر، وعندي كاس الى ربع ديال الحليب المركز المحلى نيسلي. اللي ما بغاش دير الحليب المركز تقدر دير الكريمه، دير كاس ديال الكريمه وجوج كيسان ديال الحليب. الاصل ديالها كيديروا الكريمه، انا ما بغيتش ندير بزاف ديال الكريمه باش تجي شويه اقتصاديه وما تجيش بزاف يعني ما فيها بزاف ديال الكريمه. كما تعرفوا الكريمه مجهده شويه بزاف، وحتى بالنسلي كتجي زوينه. كما قلت لكم كيبقى لكم اختيار، تقدر تعوضوه بالكريمه تقدر ديروا النسلي. انا جات لي بالنسلي كتجي المذاق ديالها زوين وكتجي معلكه. كنضيف هذا الحليب، حليب عادي ما سخون لا والو، ونضيف عليه هذا الحليب المركز المحلى.
غادي نخلط هذا الحليب مركز محلى مع الحليب حتى كيتخلط مزيان. صافي كنخليه على جنب حتى كتبرد الكيك. غادي نمشي نوجد كريم كراميل. بالنسبه للكريم الكراميل عندي كاس ديال السكر ما يعادل 180 غرام ديال السكر. عندي هنايا ملعقه كبيره ديال الزبده ما يعادل 50 غرام، قبصه ديال الملح، وعندي علبه ديال كريم كراميل اللي كيكون هكا جاهز. الا ما توفرتش عليكم عندكم هذا كريم كراميل تقدروا ديروا كاس ديال الكريمه السائله اللي كنديروا في الكيك، 200 مللتر ديال الكريمه السائله. انا درت هذا باش تجينا الكيك يجي اقتصادي وكيكون في متناول الجميع. كما قلت لكم كيبقى لكم الاختيار. صافي كنجيب واحد الطنجره كندير فيها السكر، غنديرها على النار، كندير الطنجره على النار حتى كيبدا معايا داك السكر كيذوب، عاد غادي نحركو. ملي كيبقى هكا مع الجناب كيدير داك اللون الذهبي عاد كنبدا نحركو باش كيذوب معايا السكر. ملي كيدوب هكا السكر كنبقى نحرك فيه حتى مكيبقاش هاديك الحبوبات ديال السكر. دابا ملي كيدوب هكذا كنقص على النار كنرجعها متوسطة وكنضيف هاديك الزبدة وقبصة ديال الملح وكنحرك مزيان حتى كيدوب معايا هاد الزبدة. ملي كيدوب الزبده كنضيف هاد الكريم كراميل، كنضيف هكذا كنخلط. كتبعدو وجهكم باش مكتلعبوش عليكم هداك البخار. صافي كنستمر هكا في التحريك غير كيبدا يتبخ معايا هكذا الخليط، غنخليه هكا روح نصف دقيقه وكنطفي عليه. هاد الكراميل كيجي زوين وكيجي ناجح، ما كانش اسهل منه وكيوجد بسرعه. صافي دابا غادي نطفي عليه وغادي نخليه حتى غادي يبرد. هو الكراميل ملي طفيت عليه كيكون القوام ديالو، ولكن ملي غادي يبرد غادي يتماسك. بالنسبه للطبقه ديال الكريمه عندي هنايا 200 غرام ديال الكريمه اللي بارده كنديروها في الثلاجه او في المجمد حتى كتبرد مزيان. جوج معالق كبار ديال السكر او كيبقى على حساب الذوق، وعندي هنايا جوج معالق ديال الجبن اللي كيبقى اختيار على ضفتهم يعني عندي انا باش كيعطينا واحد المذاق زوين كيجي كريمي وكيهرس لنا هذيك الكريمه كتجي زوينه ما كتجيش هكذا يعني بوحدها، كتبقى اختياري اي جبن عندكم ابيض. انا درت هذا ديال اللي كنديروا به الخبز كيكون زوين لان في هذيك الملوحيه مع داك الكريمه داك السكر كيجي زوين. اللي ما توفرت عندها الكريمه كدير كريم شانتي مع كاس ديال الحليب 200 مليليتر وكتخليه حتى كيبرد مزيان وكتدير معاه كريم شانتي وكتخلطو. الا فيها السكر ما كديرش السكر. صافي انا غندير هذا المقادير اللي قلت لكم، يعني كنحاول نعطي لكم البديل باش كتجي لكم الوصفه سهله. غنضيف هاد الكريمه اللي كتكون معايا بارده، هاد العلبه انا فيها 200 مليليتر. غنضيف عليها السكر وهاد الجبن. غادي نجيب الخلاط الكهربائي وغادي نضرب هاد الكريمه حتى كتطلع معايا. صافي ملي ضربت الكريمه حتى كترجع هكذا القوام ديالها. دابا الكيك مازال خصو يبرد، غادي نديرها في الثلاجه نخليها ما كان بارد يعني ما نخليهاش على سطح العمل حتى كتبرد معايا الكيك. ملي بردات الكيك تماما دابا غادي نسقي بهذاك الحليب اللي درت خلطته مع الحليب المركز المحلى، غادي نسقي بها هكا. كنعتذر كنت نسيت، كنجيب واحد العود هكذا كنتقب به او فورشيت كنتقبو به هكا الكيك مزيان باش كيشربنا داك الحليب.
صافي وغادي نخوي عليه الحليب. كما شفتوا راه كندير عليه الحليب كتشربوا. دابا غادي نجيب هاد الكريمه وغادي نوزعها على الكيك. غادي نخلي شويه للتزيين. صافي كنوزعها هكذا. صافي ملي قديت لها هكا الوجه بهذيك الكريمه، انا ديك الكريمه اللي درت كنت طلعت هذيك 200 غرام ديال الكريمه درتها كامله. بالنسبه للتزيين غادي نزيد واحد 50 غرام نطلعها بلا جبن، غير هذيك الكريمه كنطلعها مع شويه السكر باش غادي نزين. نتوما في الاول ملي كديروا الكريمه ديروا 250 مليليتر ديال الكريمه، غتجي لكم سهله، غتخليو شويه للتزيين. صافي غندخلها الثلاجه تبرد او المجمد، الا كنتم مزروبين بحالي كتخليوها في المجمد غير كتبرد معاكم، باش كنزيد عليها هذاك الكريم الكراميل. بالنسبه للطبقه ديال الكريمه راه ما كتجيش يعني عاليه بزاف، كتجي شويه رقيقه، يعني كنكتب في هذيك القدر لان الكريمه كما تعرفوا هي مجهده، بشحال ما كانت قليله كانت احسن. صافي غادي نخليها حتى تبرد وغادي نرجع معكم. صافي ملي بردت الكريمه ديالي كنخليها واحد ربع ساعه حتى 20 دقيقه في المجمد كنخرجها. دابا كنجيب الكريم كراميل اللي كيكون حتى هو بارد، يعني درجه الحراره المطبخ كيكون بارد تماما، الا كان سخون غادي يضيعنا الكريمه. صافي كنوزعها هكذا، القوام ديال هذا الكراميل كيجي رائع. صافي ملي قديت هكا الكراميل كنجيب الكريمه باش غادي نزيد، كندير هكا في شي بلاستيك او بوش هكذا وكنديروا بها هكا خطوط. صافي كنجيب واحد الخشبه تكون هكذا، كنبقى بهذه الطريقه كما قلت لكم، واخا داك الكراميل يعني ما بقاش نيشان راه ما عليه والو، يعني ملي غنزينهم غادي يبقى يبان لينا. صافي كنرجع هكذا كتجي بحال شكل ديال الملفي. صافي غندخلها للثلاجه حتى كتبرد معايا، شحال ما خليتوها في الثلاجه كيكون افضل، مش حما بقات عندكم في الثلاجه يعني كتقدر تبقى يومين يوم او يومين، شحال ما يعني بقات في الثلاجه كتزيد كترجع لذيذة اكثر. غادي نخليها حتى تبرد غير في الثلاجه ماشي في المجمد ونرجع معكم. صافي هو الكيك ملي برد انا ما خليتوش برد بزاف لان دائما كنسرع على الوصفه باش كنكملها لكم. صافي غادي نقطعو دابا كما قلت لكم، شحال ما خليتوه في الثلاجه كيكون افضل. ملي قطعت الكيك وقطعت يعني الجهه المعاكسه، انا كنت كنصور مشى ليا المقطع، شوفوا البنات كي كيجي كتجي رائعه هاد الكيك، هاد الكيك دمار كتجي غزاله البنات، انا متاكده الا جبتوها غتوليو مدمنين عليها، رائعه البنات. شوفوا البنات كي كتجي رائعه كما قلت لكم، واحد الكيك اللي ادمان البنات، غزاله. شوف كي كتجي القوام رائع، هذاك الكيك كيجي متشرب هذاك الحليب مع داك الكريمه وهذاك كريم كراميل كيهبط عليها هكذا، كيجي اكثر من رائع البنات، ما تشبعوش منها كما قلت لكم، اللي غاد يعني ما غاديش تكتبوش في قطعه واحده كتجي كتحمق. شوفوا لي البنات القوام كي داير، داك الكيك كيجي اسفنجي مع داك الكريمه وداك الكريم كراميل، كما قلت لكم هذا الكيك ادمان. شوفوا لي البنات رائعه غزاله، مش حال ما خليتوها في الثلاجه، مش حال ما تشربت هذاك الحليب كترجع لذيذه ومعلكه ما تشبعوش منها. نتمنى تجربوها وتعجب لكم، انا متاكده 100% غتعجب لكم وغديروها ترجعوا ديروها غزال البنات في هذا الصيف، كتقدموها
كتكيك مع القهوه او الشاي كتقدموها كتحليه كتجي روعه البنات كما شفتوا، راه ساهله وناجحه. نتمنى تجربوها وتعجبكم، ام تقدر تعجبكم مره اخرى بلا ما تبخلوا عليا باللايك وتبارطاجيو مع الاصدقاء والحب شنو فايده. كنشكركم بزاف بزاف، جزاكم الله عنا خير حتى الفيديو اخر ووصفه جديده، والسلام عليكم في رعايه الله.